السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن أجرت البطلة الجزائرية كيليان مو حوارا مع قناة الشروق الجزائرية اليوم في الجزائر العاصمة، حيث يتواجد في الفندق في انتظار تكريمهم من طرف رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أياما قليلة بعد تتويجهما بالميدالية الذهبية في رياضة الجمباز ضمن فعالية منافسة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وكشفت المتوجة بالمعدن النفيس في أولمبياد باريس مضمون مكالمتها الهاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي اتصل بها يوم انتزاعها الميدالية الذهبية. وعبرت كيليان مور عن سعادتها الكبيرة بتلقيها اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الجزائرية تبون، معتبرة الأمر شرفا كبيرا لها. وقالت بطلة الجمباز إنها كانت في غرفة غرب القرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس قبل تلقيها اتصالا ممن وصفته بنائب الرئيس، الذي أوصلها مباشرة في تلك المكالمة بعبد المجيد تبون، حيث قالت: أصابني ارتباك وخوف شديد والرعشة في جسدي، لم أصدق أنه رئيس الجمهورية اتصل بي، وأنا الآن متحمسة جدا من رؤيته ومقابلته وجها لوجه. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.